في مدينة المالكية شمال شرق سوريا يرتاد أبناء الطائفة السريانية المسيحية كنيسة تامار تشمونية رغم جميع ما تتعرض له الكنائس من استهداف وتفجيرات في مختلف المواقع التي يسيطر عليها داعش. أخبار الآن تحدثت مع مسيحيي المدينة الذين نددوا بممارسات داعش وقالوا إنها لا تفرق بين مسلم ومسيحي. شعوري كان أنه ألم وألم، يعني هذا شيء لا يقبل لا دينا ولا عرفا ولا يعني مدنيا. هذول مو بشر، يعني هلا بيت الله ايش دخلوا في المحاربه؟ انتم عم تحاربوا شيء بيت الله ما له علاقه يا ابني. حزن والم لانه الكنيسه والمسجد كلاهما بيت الله، بيت العباده، فالمسيحي يعبد الله في كنيسته والمسلم يعبد الله في مسجده لكي يتمجد اسم الله في بيوته، وهذا العمل عمل مرفوض وغير مقبول لدى كل إنسان يحس بالإنسانية ويشعر بالإنسانية ويحب الله ويحب أخاه الإنسان العائش على وجه هذه البسيطة. يعني من مجيء المسيح لهلا عشنا 2000 سنة مع الشعب كلياته بأمان، بس يعني ما شفنا مثل هالإرهاب اللي صار، يعني كأنه تنظيم ضد المسيحيين ضد الإسلاميين ضد كل الشعوب الموجودة هون في المنطقة. نحن عشنا بصلح وسلام مع بعض وما عانينا من أي حدا، بس هلأ بهالسنة يعني هالكم سنة شفنا يعني الحرب كأنه ضد الشعب الموجود كلياته هون، اللي عم يهبدوا معابد ما لها علاقة لا بالمسيحية ولا بالإسلام ولا بأي صفة. يعني هدول مجرمين، يعني اكثر من مجرمين ما راح تسميهم ارهابيين. يا ريت تكون في كلمات اقوى من الارهاب، اقوى من الإجرام.